بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 73 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ برسالة سالم ألف ألف من الرياض، يقول: فضيلة الشيخ صالح الفوزان، ما رأيكم في اختلاف الأهلة لشهر رمضان بين الدول، وما القول الصحيح في ذلك، وما أيضا رأيكم في توحيد ذلك؟ مأجوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، والحج هي مواقيت للعبادات ومواقيت للمعاملات، يعرفون بها هذه المواقيت. أما أن المسلمين يتحدون على رؤية واحدة في جميع الأرض، هذا قال به من قال من أهل العلم، ولكن الصحيح أنه لا يلزم هذا، وأن كل قوم يعتمدون على الرؤية في بلادهم، لأنها تختلف المطالع كما قال شيخ الإسلام، تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة، فلا يمكن أن تتحد الرؤية في كل البلدان. اختلاف المطالع بسير القمر من قطر إلى قطر ومن جهة إلى جهة، فكل قوم يصوم على رؤيتهم، قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم أقدروا له. وهذا فيه تيسير على الناس. وفي عهد الصحابة لما صام أهل الشام بخلافة معاوية رضي الله عنه على الرؤية، وجاء رجل إلى المدينة فأخبر ابن عباس بذلك، قال: لكننا لا نصوم حتى نراه، يعني في المدينة، دل على اختلاف المطالع، وأنهم لا يصومون إلا إذا رأوه، إذا كانت المطالع تختلف. أما إذا كانت المطالع لا تختلف لتقارب المسافات كونهم في بلاد متقاربة قاربة البلدان، فإنهم يصومون برؤية واحدة، لأن هذا البلد أو هذه المملكة لا تختلف فيها المطالب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل من كلمة توجيهية من التحذير من المحدثات في الدين وأثر ذلك على دين المسلم، حيث كثرت سبل الشركيات في وقتنا الحاضر؟ الله جل وعلا قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فالعبادات توقيفية، لا يعمل منها شيء إلا بدليل من الكتاب والسنة. لا نعمل عبادة ليس لها دليل من الكتاب والسنة، نقول هذا عمل فلان ولا هذا عمل البلد الفلاني وإلا عمل الجماعة الفلانية، ما لم يكن عليه دليل فهو مردود. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. البدع جميعها مردودة ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. وعلى المسلمين أن يتقيدوا بالكتاب والسنة في أعمالهم وعباداتهم، فإن هذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة. نعم. هذا يسأل عن الأحكام المتعلقة بصلاة العيدين، ويقول: أنكر علي بعض الناس صلاة ركعتين في مصلى العيد. في مصلى العيد في الصحراء، نعم، له حق ينكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى صلاة العيد بأصحابه ركعتين، ولم يصلي قبلهما ولا بعدهما. إنما الخلاف إذا صليت العيد في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهل نعمل بكون الرسول صلى العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها في أي مكان، أو نعمل بحديث إذا دخل أحدكم المسجد؟ المسألة فيها نظر وفيها رأيان لأهل العلم. فمن صلى تحية المسجد وجلس لا بأس ولا ينكر
ينكر عليه ومن جلس لا ينكر عليه أيضا. نعم. يقول هل هذا الحديث وارد السفر قطعة من العذاب وما معناه؟ نعم السفر قطعة من العذاب وارد هذا، لأنه السفر فيه مشقة وفيه بعد عن الأهل، فيه تعب ونزول ورحيل، بعد مسافة، فهو قطعة من العذاب، يعني من التعب. المراد بالعذاب هنا التعب الذي ينال المسافر، ولذلك خفف الله عنه بأن رخص له بالإفطار في رمضان، رخص له بقصر الصلاة، ورخص له في الجمع بين الصلاتين تخفيفا عنه. نعم. هذا يسأل يقول مجموعة أرادوا المشاركة في مساهمة في شركة، فما حكم ضمان الربح لمساهمتنا في هذه الشركة؟ لا يضمن الربح، الربح يمكن يأتي ربح ويمكن ما يأتي شيء، فلا يضمن الربح. إذا كانت شركة مضاربة يعني بالبيع والشراء، فإن هذا لا بأس به، المضاربة مجمع عليها، ويكون الربح بين الشركاء على حسب ما شرطاه من قليل أو كثير، وإذا لم يحصل ربح فلا شيء لهما، وإن حصل خسارة فهي على رأس المال. أما إذا كانت هذه الشركة في المصانع المنتجة وشرط لبعضهم زيادة على الآخرين لأنه يشتغل في المعمل أو في المصنع، يأخذ هذا في مقابل عمله زيادة على نصيبه من الربح، فلا بأس بذلك. نعم. هذا السائل يقول يمر على الإنسان وقت طويل في يومه، فما الطريقة المثلى في نظركم فضيلة الشيخ في استثمار الوقت؟ نعم الوقت ثمين لا شك، استثمره بذكر الله وبطاعة الله عز وجل وفيما ينفعه من أمور دينه ودنياه، لا يضيع الوقت في غير فائدة. ويقول أقتل الوقت، يشتغل باللهو واللعب والغفلة ويقول أقتل الوقت، كأن الوقت عدو له وهو رأس ماله. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بعدما أقسم بالعصر سبحانه، لأن وقت العمل، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المسلم يستغل وقته وعمره وحياته في طاعة الله عز وجل قبل فوات الأوان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا كان الإنسان على طهارة وجاء الوقت الثاني وهو لم يحدث، أيهما أفضل، أن يصلي بناء على بقاء الطهارة أم يجدد الوضوء؟ يجوز أن يصلي على الوضوء الأول الذي لم ينتقض، وإذا تجدد الوضوء فهذا أفضل. إذا كان صلى في هذا الوضوء ما أراد أن يصلي صلاة ثانية فالأفضل أن يجدده، وإذا لم يجدده فهو باق وصلاته به صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل بعض الشباب فضيلة الشيخ يخصصون ساعة أو نصف ساعة في آخر يومهم للمحاسبة، يجلس أحدهم مع نفسه ويذكر ماذا عمل من الصالحات وماذا ارتكب، هل هذا من هدي السلف؟ تخصيص وقت للمحاسبة ليس من هدي السلف، يحاسب نفسه في كل وقت، في كل وقت من ليله ونهاره، ولا يخصص هذا بساعة معينة. نعم. يسأل أيضا له فقرة عن حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. حديث صحيح، بدأ الإسلام غريبا، والغريب يكون يعني يقل أهله بقلة أهله، غريب الإسلام غريب بقلة أهله، وقد بدأ برجلين، رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال رضي الله عنه، وسيعود في آخر الزمان غريبا كما بدأ. يكثر المسلمون والمنتسبون للإسلام، ولكن الإسلام الصحيح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يكون غريبا في آخر الزمان، وإن كثر المنتسبون للإسلام يكون عندهم بدع، يكون عندهم شركيات، يكون عندهم خرافات، هذا هو الذي يجعل الإسلام الصحيح غريبا في آخر الزمان. طوبى للغرباء، طوبى قيل الجنة وقيل شجرة في الجنة، للغرباء الذين يتمسكون بالدين مع غربته ومع قلة المتمسكين به وكثرة المخالفين له وكثرة الأعداء. نعم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ لنا قريب يتعامل مع السحرة والمشعوذين، وقد نصحناهم عن حرمة ذلك ولم يستجيبوا، ما حكم تركنا لها هذا مأجورين؟ ما يكفي النصيحة لهم، يجب عليكم أن تبلغوا السلطة عنهم، وإذا لم يكن هناك سلطة تقيم حكم الله فيهم فابتعدوا عنهم واهجروهم بعد النصيحة لهم، اهجروهم وابتعدوا عنهم وحذروا منهم، حذروا المسلمين منهم. نعم. تقول السائلة هل وساوس الشيطان المتكررة التي تأتي العبد وهو في صلاته وعبادته تعد من صريح الإيمان، وما واجب المسلم تجاهها؟ واجب المسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان
الشيطان إذا أحس بالوساوس في صلاته ويقبل على صلاته وستذهب عنه بإذن الله ولا يتماشى معها. نعم. حديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم، الحديث مشهور ومعروف عند أهل العلم، وهذا شيء واضح أن من ترك شيئا خوفا من الله عوضه الله خيرا منه، فمن ترك الحرام عوضه الله بالحلال وهو خير من الحرام، وشيء مجرب هذا. نعم. هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: أهل الصفة من هم ولماذا سموا بهذا الاسم؟ أهل الصفة هم الذين يفيدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب العلم، وليس لهم مساكن في المدينة ولا أهل. النبي صلى الله عليه وسلم خصص لهم صفة في المسجد يجتمعون فيها ويعيشون على ما يقدم لهم من الصدقات من إخوانهم المسلمين وأهل البلد، هؤلاء هم أهل الصفة. نعم. أم محمد من الطائف تقول: يوجد لدي حلي فضة لم أستخدمها أكثر من 20 سنة ولم أخرج الزكاة، فما الحكم في ذلك؟ إذا كنت تنوينها للاستعمال والزينة فليس فيها زكاة وإن طالت المدة، أما إذا كنت لا تنوينها لللبس والزينة بها ولا تعيرينها لمن يتزين بها من قريباتك ففيها الزكاة إذا بلغت النصاب. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل غني وعنده أملاك، فهذا الرجل يقتر على نفسه وعلى أولاده، مع أن الذي يرى هؤلاء الأولاد يقول بأنهم فقراء، فما حكم هذا؟ مأجورين. هذا لا يجوز، لا يجوز للوالد أن يقتر على أولاده وأهل بيته، يضيق عليهم في النفقة، هذا حرام عليه. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني بخل، ولا تبسطها كل البسط تقعد ملوما محسورا، والآيات في هذا كثيرة. فلا يجوز للمسلم، في الحديث: كفى بالرجل إثما أن يضيع من يمون، على المسلم أن ينفق على من تحت يده بالمعروف ولا يقصر عليهم ويقتر عليهم، سيحاسبونه يوم القيامة ويأخذون ما ظلمهم به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، مجموعة من الرجال يسكنون في مكان واحد، فهل يجوز لهم أن يصلوا جماعة في ذلك المسجد أو المسكن، أو يلزمهم الخروج إلى المسجد؟ يلزمهم الخروج إلى المسجد القريب منهم الذي يسمعون الأذان، إذا كانوا يسمعون الأذان يجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد، إذا كانوا لا يسمعون الأذان لبعده عنهم فإنهم يصلون في مكان. نعم. جزاكم الله خيرا. من عنيزة السائل أبو عبد العزيز يقول: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، فهل إذا كانت هذه الأرملة مستغنية بمالها وسعيت عليها بالخدمة أنال هذا الثواب؟ إذا سعيت عليها بالنفقة وليس لها نفقة وأن تسعى عليها وتنفق عليها، فهذا الذي فيه الترغيب والأجر العظيم من الله. أما إذا كان لها مال ليست بحاجة إلى أن تنفق عليها، تنفق من مالها، تنفق هي من مالها، ولكن إذا كانت في بدنها عاجزة عن أن تقوم بمصالحها وخدمتها فهذا فيه أجر عظيم، ثواب كثير. نعم. بالنسبة لمدرس القرآن، هل له أن يأخذ أجرة على تدريسه للقرآن؟ إذا كان سيتفرغ ويقطع الأشغال ويتفرغ لتعليم القرآن، نعم يأخذ، من أين يعيش إلا بهذا فيأخذ. أما إذا كان أنه عنده ما يغنيه يجعل عمله لله عز وجل. نعم. بعض الطالبات يسألنا هذا السؤال صالح، تقول: يقمن بعض الطالبات في مدارسهن بصلاة الاستسقاء، هل تشرع صلاة الاستسقاء للطالبات لكي تقوم واحدة منهن بإمامتهن ثم إلقاء الخطبة عليهن؟ المشروع أن يخرج المسلمون لصلاة الاستسقاء في مصلى العيد أو في الجوامع المعدة لذلك، يجتمع لها المسلمون، يجتمعون للدعاء والاستغاثة، هذا لا شك، هذا هو الأصل وهو المشروع. ولكن إذا فعلوا هذا من باب التخفيف عليهم واستغاثوا في مكانهم من باب التخفيف عليهم أو لأجل لا يفوت عليهم الدرس أو غير ذلك من المصالح المهمة التي تفوت بخروجهم، لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. بالنسبة تقول أم عبد الله للزوج، إذا ماتت زوجته هل يقوم بتغسيلها؟ وماذا تنصحون الذين يغسلون الموتى من جهة الحديث عن حالهم وغير ذلك؟ هؤلاء يجب عليهم أن يستروا على الأموات ولا يتحدثوا عن حالهم وما يرون عليهم من العلامات،
علامات السوء أو علامات الخير يستر عليهم لأنهم أمانة عندهم. نعم. هذا سين عين سين يقول: شخص شيخ توضأ ولبس الشراب، لبس عليه شرابا آخر ثم أحدث قبل أن يمسح عليه، ثم نزع الشراب الأعلى منهما ثم توضأ ومسح على الشراب الأسفل، فهل يصح هذا المسح؟ إذا لم يمسح على الأعلى فلا بأس أن يمسح على الأسفل إذا كان ساترا، ما إذا مسح على الأعلى ونزعه إنه يبطل المسح. نعم. أيضا له فقرة تتعلق بذلك، وهو أن الرجل أصيب بكسر في رجله فوضع عليه جبسا، ولما توضأ لبس خفا على الرجل الأخرى، فإذا أراد الوضوء بعد ذلك فهل يمسح على الرجل الأولى؟ يمسح على الرجلين، يمسح على ما عليها الجبس والجبيرة ويمسح على ما عليها الخف. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بالنسبة لميامن الصفوف، هل ورد فيها تفضيل وما الحكمة في ذلك؟ نعم، ورد أن ميمنة الصف أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، إلا إذا كان اليمين يبعد عن الإمام واليسار يقرب من الإمام، فاليسار أقل قرب، إذا اجتمع اليمين والقرب من الإمام هذا أفضل، أما إذا كان الذي عن اليسار أقرب إلى الإمام فهو أفضل من اليمين البعيد عن الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، نحن مجموعة من الحجاج تأخرنا وظلينا الطريق في العام الماضي وفي طريقنا إلى المزدلفة، فلما أقبلنا عليها توقفنا وصلينا المغرب والعشاء في حوالي الساعة الواحدة ليلا، ثم دخلنا المزدلفة وقت أذان الفجر وظلينا فيها حتى الفجر، صلينا فيها حتى الفجر، فهل علينا شيء؟ ليس عليكم شيء وأنتم معذورون في هذا، والحمد لله ما دمتم أدركتم آخر الليل وبقيتم في مزدلفة حتى صليتم فيها الفجر فقد أدركتم الواجب والحمد لله. نعم. الأخت السائلة أم محمد تقول: بالنسبة للشخص الذي ظلمني، هل يجوز أن ندعو عليه لأنه ظلمني كثيرا؟ الصبر أحسن والعفو أحسن، وإذا دعوت عليه بقدر ما ظلمك فلا بأس، هذا من القصاص. نعم. تكونين أخذت حقك منه في الدنيا. نعم. هذا السائل يقول: فعين سين، إذا طلبت من صاحب محل تجاري سلعة ولم تكن عنده هذه السلعة لكن ذهب في الحال وأحضرها في محل مجاور وزاد علي في ثمنها التي تباع بها بدون إعلامي، هل هذا جائز؟ إذا كان ما تم العقد بينك وبينه إلا بعد ما أحضر السلعة فلا بأس بذلك، أما إذا كان تعاقدت أنت وإياه على سلعة وذهب واشتراها هذا حرام والعقد باطل، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. نعم. أحسن الله إليكم. عمر محمد يقول: في بعض الأحيان فضيلة الشيخ، وفي أثناء الصلاة الإمام يركع وأنا لم أنتهي من قراءة الفاتحة، فهل يجب علي أن أكمل الفاتحة أو أركع مع الإمام؟ أركع مع الإمام ويسقط عنك إكمال الفاتحة. نعم. يقول: كيف يغتسل من قام يوم الجمعة وعليه جنابة، هل يتوضأ وهل يجزي الاغتسال العادي؟ قام لأي شيء، صلاة الفجر ولا صلاة الجمعة؟ لصلاة الجمعة. صلاة الجمعة يتوضأ وضوءه للصلاة، يستنجي أولا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل بجميع بدنه عن الجنابة، ويكفي هذا عن غسل الجمعة. نعم. بهذه الإجابة المسددة نأتي إلى ختام هذه الحلقة المباركة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة